الرجولة مواقف، والرجالة صدق مع الله ومع النفس والوطن، لذا ذكرهم الله رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وما زال المجتمع يفرز فئة الرجال الذين يتقدمونه بكل الميادين. بالأمس القريب استشهد قائد فذ وبطل همام وضابط مقدام، سار على قوافل الشهداء، إنه الشهيد اللواء الركن ناصر علي الديباني من أبناء محافظة إب. وأين استشهد؟ استشهد في مارب الصمود، مارب الرجولة، مارب العرب والعروبة. استشهد في معركة الدفاع عن العرب والعروبة، وليس عن اليمن والجزيرة فحسب. والحديث عن هذا البطل المغوار وبطولاته ورجولته وتضحياته هو في الأصل حديث عن كل الشهداء. نتذكر من مضى، وبالغد القريب بالتاسع عشر اثنا عشر تحل علينا الذكرى السنوية لاستشهاد البطل المقدام حمزة عبد الواسع شداد. هؤلاء الرجال من القوافل المتتالية في دلب الرجولة والفداء. وعن رجولة الرجال وتضحيات الأبطال، الاهتمام بالشباب والناشئ وتربيتهم على المبادئ والأخلاق والقيم هو الطريق الصحيح للوصول إلى الرجولة المطلوبة اليوم، للوقوف مع الوطن في محنته. لقد كانت مسيرات الابتهاج بانتصار المنتخب الوطني للناشئين استفتاء شعبيا واضحا يظهر بلا تزييف ولا تزوير ولا تحريف ولا تخريف، يظهر موقف الشعب اليمني كله بأنه لا يرضى بغير الوحدة والاتحاد والثورة والجمهورية. شعاره لن ترى الدنيا على أرضي وصيا. مع كل مناسبة وطنية يثبت الشعب اليمني أنه مع الرجولة والرجال، بدليل توحد اليمنيين خلف منتخبه الوطني وهتافه الذي امتد من صعده إلى المهرة. بالروح بالدم نفديك يا يمن.